أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. انتهينا من بحث الأمس من الشيخ الطوسي ودور هذا الشيخ الكبير في منظومة المعارف الدينية في مدرسة أهل البيت. نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو أنه قلنا أن من أهم مصادر الاستنباط الكتاب السنة العقل، ودخلنا إلى بحث العقل، وأنتم تعلمون أن مبحث العقل من المباحث التي وقع فيه أو فيها الكلام كثيرا بين علماء المسلمين في قبول منتجات العقل وعدم قبولها. يتذكر الأعزة، قلنا عندما نقول العقل يطلق العقل على أحد استعمالين: الاستعمال الأول القوة المدركة، هذا لا نزاع فيه، نحن كل شيء ندركه ماذا؟ ندركه بالعقل، حتى التكليف إنما يكون ماذا؟ بالعقل. لا معنى لأن نقول يوجد نزاع أن العقل حجة أو لا، لا أبدا. يعني حتى الأخباري، حتى الحنبلي، حتى كلهم يقبلون أن العقل ماذا؟ شرط التكليف. ولكن مرادهم من العقل ماذا؟ يعني القوة التي يستطيع بها أن يميز. هذا ليس الحديث في هذا أعزائي، وإنما الحديث فيما ينتجه العقل. العقل مصنع ينتج مواد، ينتج إنتاجات، هذه منتجاته، هل هي حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. يعني مثلا العقل، اتركنا من الآية والرواية، العقل أنتج لنا أن الله ليس بجسم، أو أن الله ليس بمركب، أو أن الله ليس بمحدود، أو أن الله ليس في مكان. هذه منتجات العقل، حجة يجب قبولها أو لا يجب. ولهذا تجدون أنه المنهج الحنبلي أو منهج ابن تيمية يقول: أين في القرآن يوجد من أوله إلى آخره قال أن الله ليس بجسم، حتى نحن نعتقد أن الله ليس بجسم؟ أين دلونا على، أين في الرواية المعتبرة الصحيحة أن رسول الله قال أن الله ماذا؟ ليس بجسم ولا جسم. هذه منتجات العقل الإنساني، ونحن لا نقبل هذا المنتج، لا قيمة له. أين قال القرآن أن الله ليس في مكان، بل قال استوى على العرش، وفسر الاستواء يعني ماذا؟ ها؟ الجلوس. ما المحل؟ ذهب يأتي، يذهب، يصعد، ينزل، كلها موجودة، كلها موجودة في القرآن. نعم، أنت حكمت العقل على الظواهر القرآنية فأولت ماذا؟ الظواهر القرآنية. لا تقل لي هذا مباشرة، أنت كشيعي أو معتقد بالمباني الشيعية تقول إذن ماذا تفعل في قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يقول: أنا أقول ما تقولونه أنتم. المنهج الحنبلي يقول: الله عالم أو ليس بعالم، أنتم عالم أو لست بعالم. نعم، علمه كعلمك. تقول: لا علم لا كالعلوم. نحن أم نقول الله جسم لا كالأجسام، ليس كمثله شيء. ما قالت ليس له جسم، قالت ما أثبته له القرآن فهو ليس كمثله ماذا؟ شيء. ولهذا قلنا لكم أن العثيمين، صالح العثيمين اللي هو من أعلام مدرسة ابن تيمية ومن أعلام هذا المنهج أعزائي،
يقول حتى الله هم عند عظم وهم لحم وكل شيء، ولكن لحم لا كاللحوم، مو مثل هذا لحم نمل، هذا موجود، له يد له رجل له وجه له كل شيء، كل شيء ما المحف. تفتوا أعزائي، إذن القضية جد خطيرة أعزائي، جد خطيرة هذه المسألة، سواء على مستوى العقائد أو على مستوى ماذا؟ الأبحاث الفقهية، لأنه أنتم الآن عندما تأتون إلى مصادر الاستنباط الفقهي، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. ولذا الآن لو تجمعون أبحاث الأدلة العقلية لا أقل، أنت تحتاج عشر سنوات تقرأ الأدلة العقلية في علم الأصول، يعني مقدمة الواجب من الأبحاث العقلية، يعني اجتماع الأمر والنهي من الأبحاث العقلية، يعني كل هاي كلها أبحاث عقلية. ولذا إن شاء الله تعالى نحن في شرح الحلقة الثالثة تفصيلا وقفنا عند الدليل العقلي في علم الأصول، ثلاث مجلدات الآن في الطبع أعزائي، شرح الحلقة الثالثة أعزائي، الدليل اللفظي خمس مجلدات، والأصول العملية ست مجلدات، والدليل العقلي منه ثلاث مجلدات الآن في الطبع. هذه كلها هذه منتجات العقل، هل يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ اتركنا من الفلسفة، الفلسفة مولانا من أصالة الوجود، تباين الوجود، تشكيك الوجود، اتركنا من ذيك الأبحاث، ما الآن ما ندخل في البحث الفلسفي، أتكلم في البحث الفقهي. ما أدري واضح ولا؟ إذن أعزائي هذه المسألة واقعا تعد من مفاتيح مصادر المعارف الدينية، لابد أن تتخذ موقف قبل ماذا؟ قبل أن تدخل إلى المصادر الدينية أو عملية الاستنباط في المعارف الدينية، أنك تقبل بمنتجات العقل أو لا تقبل، وإذا لا تقبل إلى أي حد تقبل وإلى أي حد لا تقبل. هذه قضية التفتوا أعزائي، واحدة من الأسباب، واحدة من الفوضى، واحدة من الاشتباهات في أبحاثنا الأصولية، في أبحاثنا العقائدية، مرة تجد أن المتكلم يصير أخباري، مرة تجده أصولي، مرة عقلي، مرة فلسفي، مرة عرفي، سببه أنه لم ينقح المباني في الرتبة السابقة. لماذا؟ لأنه لا يعرف، عندما تقول له تقول هاي المسألة لما تقبل؟ هو يقبل العقل في علم الأصول، علم أصول الفقه، ولكن نفس هذا العقل اللي بحثه في الفلسفة لا يقبله، لماذا لا تعرف؟ في النتيجة إذا العقل حجة فهو حجة ماذا؟ في كل مورد. إذا ليس بحجة لماذا في علم الأصول حجة وفي التوحيد ليس بحجة؟ لماذا؟ هذا اللي موجود الآن في الفلسفة اللي تقرأوه، الله مركب لو مو مركب شو تقولون؟ ها شنو واضح؟ مو مركب؟ جيد جدا. وعلى هذا الأساس التفتوا، وعلى هذا الأساس عموم الفلاسفة والمتكلمين قالوا الله لا ماهية له. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان له ماهية فيلزم أن يكون مركبا من وجود وماذا؟ وماهية، وهو نحو من أنحاء التركيب، والمركب محتاج إلى ماذا؟ إلى أجزائه، فيلزم أن يكون الغني ماذا؟ شنو؟ فقيرا. فنفوا الماهية عن الواجب تعالى. هسه أمامكم مولانا هذا العبد الضعيف أمامكم، أنا قائل أن الله مركب من الوجود والماهية ولا ينافي غناه مولانا. قل سيدنا ما معقول، نقول إن شاء الله في محل الإخوة اللي يريدون راجعون البحث، أنا تفصيلا ذكرته في شرح الأسفار الجزء الثاني، وذكرته في الإلهيات بالمعنى الأخص شرح النهاية مولانا، تفصيلا أثبت أن الله له ماهية وهو مركب من الوجود والماهية ولا ينافي غنى الحق سبحانه وتعالى. إذا كان بحث عقلي وبعد
وإذا البحث نقلي، التفتوا جيدا، بحث نقلي، وأنتم عندكم في رواياتكم يا من لا يعلم ما هو إلا هو، وما هو يعني الماهية بعد. وفي رواية في أصول الكافي الجزء الأول قال لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية، هذه الرواية موجودة عن الإمام الصادق، روح اقرأوها. يقول لا يثبت شيء، والله شيء، إلا بإنية يعني الوجود، ومائية يعني ماذا؟ الماهية. ولذا اضطر ملا صدرا يقول المراد من المائية يعني الماهية بالمعنى العام اللي يرجع إلى الوجود. فيلزم أن تكون الرواية لا يثبت شيء إلا بوجود ووجود، بينك وبين إلى معنى يصير، ولكن ضيق الخناق اضطر به إلى هذا. أعزائي، إذن البحث، أنا ذكرت هاي مجموعة الأمثلة حتى لا يتصور البحث سيدة يودينا إلى بحث العقل، هو شو نسوي بحث العقل؟ لا أعزائي، واحدة من أهم مصادر الاستنباط الفقهي، من أهم مصادر الاستنباط العقائدي، من أهم مصادر الاستنباط القرآني، ما هو؟ منتجات العقل البشري. هذا العقل ده ينتج قواعد، لو ما ينتج قواعد مولانا ده ينتج قواعد. سؤال، هذا الانتاج ماله؟ قبله الشارع او لا يقبله الشارع؟ اصحاب نظرية الحجية يقول هو شنو الشارع يقدر ما يقبل، لانه انا الشارع مثبته بمنتجات منه، بأي منتجات أثبت الشارع مولا؟ ها؟ بالعقل، يعني بمنتجات العقل، مو بفهم العقل، بمنتجات العقل أثبت أن الله موجود، وبمنتجات العقل أثبت أن الله له صفات، وبمنتجات العقل أثبت أنه حكيم، وبمنتجات العقل أثبت أن الحكيم لا بد أن يرسل رسول، وبمنتجات العقل قلت أن الرسول لا بد عنده معجزة، وبمنتجات مولانا، إذا تحسب مولانا فد ألف منتج حتى وصلت إلى ماذا؟ إلى حجية هذا القرآن. هسه ممكن هذا القرآن من أصل عليه القرآن يقول لي إذا العقل خليه على جانب، هو بمجرد يقول ضع العقل على جانب يعني كل منتجات العقل تسقط، هو همات شنو؟ يسقط عن الاعتبار. إذن أعزائي التفتوا، ولذا اضطر العلامة المجلسي، التفتوا الجيدة، قال نحن نقبل العقل ومنتجات العقل إلى أن يوصلنا إلى القرآن، بمجرد وصلنا إلى القرآن نقول له استقيل من عملك، روح اقعد ببيتك بعد، خلاص ما عدنا شغل فيك، خلاص ليه ما عدنا شغل؟ لأنه عرف أنه إذا يريد يقول منتجات العقل ليست بحجة أساسا، يمكن أن يوصله إلى القرآن؟ لا. يوصله إلى النبي؟ لا. يوصله إلى الإمام المعصوم؟ لا، لا يمكن أن يصل بها المنتجات على أي الحوال. إذن أعزائي، المقدمة شوية طالت، ولكنه حتى تعرفوا أهمية هذا البحث، عظمة هذا البحث، خطورة هذا البحث. وما لم تنحل هاي القضية أعزائي، نبقى في الحوزات العلمية، مرة نقبل منتج العقل، ومرة ماذا؟ ها؟ أنا لا أعلم لماذا أن علماء الأصول في اجتماع الأمر والنهي في مقدمة الواجب، تعلمون بعد مقدمة الواجب، ما أريد أجيب الأسماء، بعض الأعلام اللي مو هو بعيدين عنا درسها في النجف مولانا 6 سنوات، مولانا 6 سنوات فقط مقدمة الواجب، لأنه بأبحاث عقلية واسعة النطاق. نفس هذا عندما تقول له الفلسفة يقول فلسفة حرام، أنا لا أفهم هذا التناقض شنو معنى، وهذا منتج عقلي وهذا منتج عقلي، الذي يختلف ما هو؟ المواد مالته. هاي المواد مرتبطة بمقدمة الواجب، ذيك المواد مرتبطة ماذا؟ بالماهية والوجود، بالمواد الثلاث، وهكذا. إذن أعزائي، نحن نحتاج في المقدمة أن نتعرف على العقل، ونتعرف على منتجات العقل، يعني على حجية منتجات العقل، مو منتجات في محلها، على حجية. وعندما أقول حجية، مرادنا من الحجية هنا أعزائي، أنا ذكرت في كتاب القطع، في كتابي قلت أن الحجية لها معاني متعددة في الفقه، في الفقه عندما نقول حجية يعني منجز ومعذب، عندما نقول في نظرية المعرفة حجية يعني كاشف أو ليس بكاشف.
مرادنا أن منتجات العقل حجة، يعني تكشف الواقع يمكن الاستناد إليه إليها أو لا يمكن الاستناد إليه. تعلمون أعزائي أنه هذه المسألة واضحة المعالم وواضحة عند الجميع، أن المدرسة أو الاتجاه الأخباري رفض حجية منتجات العقل وعبر عنها بأنها ظنون وتخمينات، ولكنه في قبال هذا الاتجاه يوجد الاتجاه ماذا؟ ها؟ الاتجاه الأصولي الذي قبل منتجات العقل. هسه إلى الآن أنا واقعا لا أعلم أن الأصوليين الذين قبلوا منتجات العقل قبلوا منتجات العقل فقط في الفقه، يعني في الفروع في علم أصول الفقه، لو في العقائد هم أيضا قبلوا، هذا لابد أن نبحثه، هذا لابد أن نبحثه في محله. الآن أتكلم بشكل عام. من هنا أحتاج كمقدمة ولو مختصرة أعزائي أن أقف عند تاريخ المدرسة الأخبارية. أنتم طلبة أعزائي في الحوزة وتسألون، وواقعاً لابد أن تقفوا على تاريخ هذه المدارس والاتجاهات. أعزائي، من المعلوم عند الجميع أن المؤسس الأوحد للاتجاه الأخباري الصحيح جمع خبر، وإن كان البعض يقول بأنه إخبار، الإخباري هسه إضافته، هسه نعم الأخباري جمع خبر، هسه الجمع هل يضاف إليه ياء النسبة أو لا فيه بحث، ولكنه المعروف هو الأخباري، مو الإخباري، مو من الإخبار وإنما من الأخبار. من المعروف عند الجميع أن بطل ومؤسس والمدافع الأوحد عن الاتجاه الأخباري هو المحدث الاسترابادي، صاحب كتاب الفوائد المدني، سيأتي الكلام عنه. ولكن هذا الرجل حاول في كتابه الفوائد المدنية أن يصور أن هذه المدرسة وهذا الاتجاه كان هو الاتجاه السائد بين علماء مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة الصورى وبعيد ذلك، إلى أن جاء الانحراف من البعض. وإلا أصل المدرسة الشيعية مدرسة ماذا؟ ها؟ مدرسة أخبارية. هذه هي مهمة أعزائي، واقعاً لابد أن نتعرف على هذه الحقيقة، أنه واقعاً المدرسة الشيعية عندما بدأت بحثها العلمي في عصر الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى كان العقل الحاكم عليها هو الاتجاه الأخباري، لو اتجاه ماذا؟ الاتجاه الأصولي، أي منهما؟ صاحب الفوائد المدنية أعزائي يحاول أن يشير إلى الاتجاه الأول، يقول لا، الذي كان يحكم هو الاتجاه الأخباري. في هذا كتاب الفوائد المدنية اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي في صفحة 91 أعزائي فائدة، يقول عند قدماء أصحابنا الأخباريين، إذن يعتقد أن المدرسة لأنه هو الرجل مولانا متوفى 1033 القرن الحادي عشر، تمام؟ إذن هو بعيد جدا عن القرن الثالث والرابع والخامس. يقول عند قدماء أصحابنا الأخباريين كالشيخين الأعلمين الصدوقين، يعني الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق، والإمام الثقة، والإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلين. إذن هو يعتقد أن هؤلاء الأعلام كانوا ماذا؟ هؤلاء قدماء الأصحاب من الأخباريين. ثم يشير إلى بعض كلماتهم إلى أن يقول وهؤلاء كان قولهم لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية
إلا أحاديث العترة الطاهرة، لا القرآن ولا العقل، وإنما فقط ماذا؟ الروايات. وتلك الروايات الشريفة متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلية. إذن يعبر عن كل منتجات العقل بأنها ما هي؟ خيالات ومظنونات. الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية، الاتجاه الأصولي، والاعتبارات المذكورة في كتب فن دراية الحديث، والقواعد الظنية العربية المذكورة في فن المعاني والبيان، هذه كلها نحتاج إليها أو لا؟ لا تفسير ولا عاقل ولا ناحو ولا علم البيان ولا الرجال ولا علم الدراية، كلها لا نحتاج. قال: وأيضا قليلة الجدوى عند الأخباريين، وذلك لأنهم لم يعتمدوا في فتاواهم وأحكامهم إلا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن الحالية أو المقالية. ومن هنا ادعى قطعية الكتب ماذا؟ الكتب الأربع. هذه دعوة من؟ إذن على هذا الأساس إذا وجدتم عندما يأتون إلى الأخباريين يقولون الأخبارية القديمة والأخبارية الحديثة، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا التقسيم، وهو أن الأخبارية القديمة اللي هؤلاء الأعلام، والحديثة من؟ يعني الاسترابادي ومن جاء بعده. سؤال: هل أن علماء الشيعة وافقوا على هذا أو لم يوافقوا؟ الجواب: قالوا أبدا كلام باطل لا أساس له، هذه تهمة اتهم بها الاسترابادي علماءنا المتقدم. أبدا احنا ما عندنا شيء اسمه أخبارية قديمة وأخبارية حديثة، لا أساس للمنهج الأخباري إلا من؟ إلا المحدث الاسترابادي، وإلا قبل ذلك لا أساس لهذا البحث. الإخوة يستطيعون مراجعة هذا البحث أعزائي في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، اللي أيضا ما أعلم أن هذا الكتاب مطبوع طبعة حديثة أم لا، لأنه أنا عندي طبعة الحجرية اللي طابعتها مؤسسة آل البيت، هاي الطبعة أعزائي الطبعة القديمة. هناك أعزائي صاحب كتاب مقابس الأنوار اللي بالأمس قرأناه للأعزاء، هناك أعزائي في صفحة 207 208 209 إن شاء الله اليوم في هذا اليوم الإخوة يراجعون، هناك هذه عباراته، يقول وادعاء المحدث الاسترابادي وأتباعه عليهم أو على بعضهم، يعني على من؟ على بعض المتقدمين، عليهم أو على بعضهم كما شيخ الكليني والصدوقين، أنهم من الأخباريين وأنهم على الطريقة التي أبدعها وروجها ولبث أمرها على الجهال باسم الأخبارية. على الطريقة مولانا، هذه اللغة كانت قائمة مولانا، عندما يختلفون بعد مولانا يوجد عندنا ضابط أو لا؟ هذا يتهم هذا بالتضليل، هذا بالجهل، هذا بالغرض، هذا بالمرض، هذا بالكفر، هذا بالزندقة، هذا كانت اللغة مع الأسف الشديد موجودة أعزائي، وصلت إلى التكفير أعزائي، يكون في علمكم، وقتل بعض الأخبارية أعزائي على يد الأصوليين، ولعله بالعكس أيضا إذا تقرؤون تاريخ مولانا قتل وسحلوا في الشوارع وقطعوا مولانا. نعم تاريخهم اقرؤوا مولانا، ما أريد أجيب الأسماء، نعم، لأنهم شعروا أن هؤلاء يدمرون جنو يدمرون المذهب مولانا. قال: ولبث أمرها على الجهال باسم الأخبارية، وقد أفرط في نسبة الأفاضل إليها وحمل كلامهم عليها، حتى أنه لما ذكر في الفوائد أنه لم يرى إلى آخره، أنقلوا بحث مفصل. ثم ذكر في صفحة 208 وفي صفحة 200 مولانا
9 يقول: وما نسبه إلى شيخنا الصدوق وكان فقيهم، يقول هذا ما قاله في الكليني باطل، ما قاله في شيخنا الصدوق باطل، ما قاله في والد الشيخ الصدوق باطل، وإنما هذه من تلبيسات من؟ من تلبيسات المحدث الاضطرابات. جيد. وممن وافقه على ذلك أعزائي هو الفقيه المحقق الأصولي المدقق الشيخ محمد تقي الرازي، يعني من ري النجفي الإصفهاني. هسه انتوا حسبوها مثل ما قلنا بالأمس مولانا، الطوسي البغدادي الغروي مولانا، هذا من هالقبيل مولانا، الرازي النجفي الإصفهاني، في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، هناك أعزائي في صفحة 687 يقول: فما ذهب إليه الأخبارية من متأخري علمائنا من حرمة العمل بالأدلة الظنية مطلقة ووجوب تحصيل العلم بالأحكام وانفتاح سبيله على المكلفين والمنع من التقليد بالمرأة، فالظاهر أنه مذهب جديد. إذن يصف الأخبارية بأنه ماذا؟ ها؟ مذهب جديد، يعني شنو؟ يعني صاحب بدعة مولانا، وإلا مو أنه رأي اجتهادي، قد نوافقه وقد نختلف معه. مذهب جديد لم يذهب إليه أحد من علمائنا المتقدمين، خلافا لما قاله من؟ خلافا لما قاله الاضطرابادي. قد أحدثه مولانا محمد أمين الاضطرابادي لزعمه أنه مذهب قدمائنا، أخذا بما يوهمه بعض إطلاقاتهم من غير إمعان النظر، ولشبهات عرضت له قد عجز عن حلها وزعم أنها أدلة على الطريقة التي سلكها. فإن قلت: كيف تدعي بأنه أساسا لا يوجد في متقدمين علماء أخباريين وكلهم كانوا من الأصوليين؟ إن علماء الشيعة، فإن قلت: قد كانوا من قديم الزمان على صنفين، أخباري وأصولي، كما أشار إليه العلامة في النهاية. من قال لك العلامة بعد هذا؟ قبل من؟ قبل المحدث الاضطرابادي، هو قسمهم إلى قسمين. قلت إنه وإن كان المتقدمون من علمائنا أيضا على صنفين، أنا ما أقبل، ولكن مو المراد من الصنفين ما فهمه من؟ المحدث الاضطرابادي. ما هما الصنف؟ خلوا ذهنكم يمين حتى تعرفوا الفارق الأساس، حتى لو لم نقل أن الشيخ الصدوق أخباري، أنه الكليني أخباري، إذن ما الفرق بين الصدوق وبين المفيد والطوسي؟ في النتيجة يوجد فارق أو لا يوجد؟ نعم يقينا يوجد. أين الدليل على الفارق؟ انظر إلى تراث الصدوق وانظر إلى تراث من؟ الطوسي. بينكم وبين الله المنهج فيهما واحد لو متعدد؟ متعدد، لأن الصدوق همه الأصلي نقل ماذا؟ نقل الروايات، هسم عند بعض الأحيان فتحواشي فالتعليقات. أما الشيخ الطوسي نقل الروايات، ها؟ تفسيره نقل روايات، كتبه الكلامية نقل روايات، المبسوط نقل روايات، أبدا. إذن كان هناك فرق بين هذين المنهجين، حتى تعرف عندما تريد أن تعتمد الطوسي لماذا تعتمد، وتعتمد الصدوق لماذا، ولا تخلط بين المنهجين بين الطريقتين. الصدوق همه كان نقل الروايات مع التعليق عليها، تعليقات حواشي. أما الشيخ الطوسي ماذا؟ نقل الروايات، لو الاستنباط منها وتأسيس مبان كلامية وفقهية وأصولية. أنتوا الآن تعالوا انظروا إلى الشيخ الصدوق، ما عنده كتاب في علم الأصول، عنده كتاب في علم الأصول؟ لا ما عنده. عنده كتاب في علم الدراية؟ لا ما عنده. عنده كتاب في التفسير؟ لا ما عنده. أما الشيخ الطوسي هذه كلها موجودة. لهذا يقول: تفتوا
يقول: وكان فيهم أخبارية يعملون بمتون الأخبار، إلا أنه لم يكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء، يعني ما زعمه المحدث الاسترابادي، بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الأصولية إلا في سعة الباع في التفريعات الفقهية وقوة النظر في القواعد الكلية والاقتدار على تفريع. فقد كانت طائفة منهم أرباب النصوص ورواة الأخبار، ولم يكن طريقتهم التعدي عن مضامين الروايات وموارد النصوص. ولذا حتى في الكتب الفقهية للشيخ الصدوق يقولون أنها هي متون ماذا؟ هي متون الروايات، لأن هذا كان منهجه. بل كانوا يفتون غالبا على طبق ما يروون ويحكمون على وفق متون الأخبار في المسائل المتعلقة بالفروع، ولم يكن كثير منهم من أهل النظر والتعمق في المسائل العلمية، ممن له سعة باع في الاقتدار على الاستدلال في المسائل الكلامية والفروع الفقهية. وطائفة منهم أرباب النظر والبحث وأصحاب التحقيق والتدقيق، الذين منهم العماني والإسكافي ما قبل الشيخ والمفيد وسيدنا المرتضى مضافا إلى الشيخ شيخ الطائفة. ولكن هذا غير ذا، وأنت إذا تأملت بعد الوقت ما موجود إن شاء الله هذا نوضحه حتى نعرف أن الحق مع هؤلاء أو أن الحق ماذا مع هؤلاء. والحمد لله رب العالمين. Oh.